تقترب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامجكم مقترب. اليوم حنتكلم أحبتي عن أهم ما في الإنسان، عن أهم حاجة في وفيك وفيك. اليوم حنتكلم عن الموطن الحقيقي في السير إلى الله. كلنا البرنامج هذا كله عشان نحسن السير إلى المولى سبحانه وتعالى. السير هذا موطنه أحبتي هو صميم حلقتنا، موطنه القلب. ولذلك شرف الإنسان بنظافة قلبه، شرف الإنسان بطهارة قلبه، شرف الإنسان ببياض قلبه. الناس كلها تحب صاحب القلب الأبيض، ومثل ما الناس تحب صاحب القلب الأبيض كذلك المولى يحب صاحب القلب الأبيض، القلب الطيب، القلب الحنون، القلب الطاهر. والعقل يدرك أهمية هذا القلب. لو لم يكن للقلب من شرف إلا حاجة واحدة لكفت، ما هي؟ قول النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أسألك بالله، لو كانت ضيفة عزيزة عليك، لو والدتك حتيجي عندك البيت وانت تحبيها حب شديد، لو انت حيجي يزور بيتك وزير، أمير، مدير شركتك، إنسان معظم عندك، حيدخل عليك بيتك، ترضى يدخل بيتك وبيتك خرب؟ ما ترضى. طب إذا ما رضيت لضيف عزيز أن يدخل بيتك وهو خرب، ترضى لله ينظر إلى قلبك وهو خرب وهو مليء بما لا يرضي سبحانه وتعالى؟ ما أظن في عاقل يرضى بذلك. هذا من حيث الذوق، كذلك من حيث النجاة، من حيث السلامة. الذي يجتهد على هذا القلب يصلح حاله بكله. النبي يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت. الله لا يفسد قلوبنا ولا يفسد علينا أحوالنا. وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي أو وهو القلب. هذا القلب إذا صلح، يقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون، والله يوم القيامة لن تنفعك كثرة الأموال ولا كثرة الأولاد ولا متاع الدنيا. طيب يا ربي، ما الذي ينفع؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب منيب. القلوب هي على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أقسام، كما ذكر أهل العلم. فقالوا: هناك قلب سليم، وقالوا: هناك قلب مريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقالوا: هناك قلب ميت. النبي يقول في الحديث: مثل الحي والميت. ميت ماذا؟ ميت القلب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ختم عليها بالختم الرباني أنها ميتة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن إذا أحب الله العبد، إذا الواحد مننا بدأ يرجع ويلتفت وينتبه إلى أمر هذا القلب، ينطبق فيه قول الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. الله يا رب، يا رب اجعل قلوبنا قلوب حية بذكرك، حية بشكرك، حية بالصلة بك. إذا أحبتي، هذا القلب الذي هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، الذي هو عليه المعول في السعادة في الدنيا والفلاح والنجاح في الآخرة، هو أعظم أحبتي ما ينبغي أن يلتفت إليه، وأعظم أحبتي ما ينبغي أن ينتبه له. عندما يتكلم أهل المعرفة في القلب
البعض يتبادر له مباشرة القطع الصنوبرية، اللحمة التي تكون في الجانب الأيسر من الصدر، فهذا هذه القطعة في ذلك الجسد أو الجزء الجسماني ترتبط بها لطيفة ربانية مرتبطة بالقلب الجسماني، هي التي نتكلم عنها، وهي المقصودة بالقلب السليم، وهي المقصودة بمحل نظر الرب سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى سيدنا الحسن البصري وقال له: يا بصري، إني أشكو قسوة في قلبي، كيف أسوي؟ وربما أنا واقع في هذه، وربما أنت تشعر بالشيء هذا، وربما أنت تتمني أن الله يزيل القسوة هذه. يا بصري، إني أشكو قسوة في قلبي. قال: أذبها بذكر الله. الذكر يزيل هذه القسوة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذلك لمن كان له قلب، أي في أناس لهم قلب، في أناس ما لهم قلب، فينبغي الانشغال بعمارة هذا القلب بما يقربها من الرب سبحانه وتعالى، وتأكدوا أن الله سبحانه وتعالى لن يخيبنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر من قوله: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. ونحن وإياكم كلنا سوف نقول بصوت واحد: يا مثبت القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم آمين يا رب العالمين. اسجد لله، اسجد لله، اسجد لله.